وهنبدأ مع بعض على الطبيعة زي ما حضراتكم طلبتوا. نفتح البرميل قدامنا دلوقتي. اتفضل يا حبيبي. شكرا يا حاج سيد. القصة ايه بقى؟ القصة اللي هم في عندك ثلاث عروض. تمام. عندي العرض الأولاني لو هو عاوز ياخد الخمسة كيلو ب200 هيصفوا أربعة. هيصفوا أربعة. برافو عليك. أدي عرض يا جماعة. ده عرض. العرض التاني ب300 صافي. صافي لو هو أبو 200 هتاخد 300 صافي مفسخ ملح. كيلو كيلو. الكيلو قايم على الميزان. تمام. والعرض التالت أبو 100 اللي هو الصغير اللي أبو 150 مملح. لا الثلاثة في الكيلو. طيب ماشي. الثلاثة في الكيلو ده برضه طازة. ده طازة ب150. ملح ب150 ده يوصل كام دلوقتي؟ يوصل 200. 200 اللي احنا هنفتحه بإذن الله يا رب يجعل لك فيه بركة. ده العرض بتاعه إيه؟ العرض ده بتاعه 300. 300 يبقى سمك كبير. سمك كبير وده تاخد الكيلو كيلو. طيب نشوف يا حبيبي. بسم الله. أهو يا جماعة. بص 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 بقى الميه اهو. ده بيضغط كده ليه؟ عشان الميه دي تشرب السمكه اللي فوق اللي فوق، واذا كان عليها ملح يطرد من على ايه؟ من على السمكه، صح كده؟ تمام. ادي يا جماعه ده فسيخه اللي هي العرض. حتى لو عايز يدوق يجي يدوق. اللي عايز يجي يدوق يا جماعه قبل ما يشتري يجي يجي. الف هنا وصحه وربنا يجعل فيهم البركة. بصوا يا جماعة السمك قل قد ايه من على كان على فم البرميل نزل لغاية لما نزل تحت. الحجم ده كله عبارة عن المية دي جاية منين؟ جاية سوائل من سمكة البوري. الوش متملح بدرجة تحت ولا اللي تحت بيبقى مستوي أكتر؟ لا كل واحد. كل واحد. اللي ما احنا شربناه كل واحد. تمام تمام، يعني كله فوق زي تحت. تمام. ادي يا جماعه ادي ادي هنحط دلوقتي ادي واحد. انا عايز كنت متبعه بمنظر الفسيخ اهو. طلع الميزان. تمام. كده بتصفر الميزان. شيل الطبق حطه كده على الارضيه يا حبيب قلبي. دول ثلاث سمكات كبار. كيلو 400 جرام. طب كملهم 2 كيلو كده. قول لي كيلو. يعني كده كده يا جماعه 2 3 4 5 حبات 2 كيلو يا عم السيد، صح؟ تمام. يطلع بكام؟ ب 600 جنيه، صح كده؟ تمام. بسم الله ما شاء الله. بالمعلقه. ما هنشوف دلوقتي، هنشوف دلوقتي وهنزغلل عين الناس كلها في الفيديو. حطها لي هنا يا حاج سيد. لا لا سيب السلسله، سيب السلسله، ده السلسله. بصوا يا جماعه هاتها لي هنا، هاتها لي هنا. بصوا يا جماعه الفسيخه زبده اهي. يا جماعه الدسم اللي موجود في الفسيخه سبب الطعم الجميل ده، ان السمكه مش ناشفه مش ممصوصه مش هزيله. ولا ايه يا عم السيد؟ سمكه قدام منك هتتاكل بالمعلقه. سمك يعني سمنه بلدي. السمكه اقطعني من غير ما تاكلني بقى عشان اوري له حجم اللحم اللي في لا في دي في دي. بصوا يا جماعه بصوا اللحمه اهو. بصوا ده بقى تاكله بالطحينه. انا عن نفسي كنت من مشجعي اكل الفسيخ بالطحينه، لكن لما دقته بالشكل ده لا غيرت رايي. ده بيجيب لي في زميل عندهم هنا قال لي والله يا حاج احمد ده يتاكل بالمعلقه فعلا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا مطول في الفيديو ليه؟ عشان اوريكم جمال السمكه وجمال الدسم اللي فيها. اهو الفيديو ده مخصص لجمهور جوار السويس اللي طالب فسيخ من عند الحاج سيد، وادي العينه وادي الفسيخ وتليفون الحاج سيد 010 010 2 3 2 5 9 7 3 4. تمام، ويلا نكمل الفيديو يا جماعة مع حبيبنا جمهور جواهر السويس.